بالحبر الجديد طوفان الأقصى، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية، تغطية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورد المقاومة في مختلف جبهات الدعم والإسناد من غزة والقدس إلى لبنان والعراق فاليمن. في هذه المساحة يواكبنا مراسلون الميدانيون بآخر التطورات الميدانية، كما ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والخبير في الشؤون السياسية دكتور عماد الحطبة. أهلا ومرحبا بك، وأيضا نرحب بكم مشاهدينا الكرام إذن إلى هذه الحلقة. البداية مع الميدان إذن، حيث نذهب مباشرة إلى خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث ينضم إلينا مراسلنا أكرم دلول. مرحبا بك زميلي أكرم، وهلا تفيدنا بآخر التطورات لديك. أهلا بك مايا وبكافة المشاهدين. التطورات في قطاع غزة ما زالت على ما هي عليه، القصف الإسرائيلي لم يتوقف ويطال معظم مناطق القطاع، والنتيجة بالتأكيد مزيد من الضحايا والشهداء المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء الذين هم في مقدمة بنك أهداف إسرائيل منذ اليوم الأول لهذه الحرب المدمرة، حرب الإبادة والتجويع. دعينا نبدأ هذه المرة من رفح التي تجاورنا من الناحية الجنوبية، حيث تتعرض المدينة الآن إلى أعنف ربما الغارات وكذلك عمليات القصف المدفعي. الانفجارات كبيرة ويسمع دويها من المكان الذي نتواجد فيه. بعض الأنباء تشير إلى أن القذائف المدفعية بدأت تطال منطقة البركسات التي كانت تأوي أعدادا كبيرة من النازحين، وهي تلك المنطقة أو ذات المنطقة التي ارتكبت فيها إسرائيل المجزرة المروعة والمعروفة بمجزرة الخيام بحق النازحين. إذن يعني رفح ما زالت عرضة لهذا القصف الإسرائيلي. خلال الساعات الماضية ودعت المدينة عددا جديدا من الشهداء بعدما استهدفت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية عددا من المنازل المأهولة بالسكان وكذلك النازحين. أيضا العملية البرية الإسرائيلية ما زالت على حالها في غرب المدينة وفي وسطها وفي شرقها. شرقا ما زالت الدبابات الإسرائيلية تواصل عملية التوغل في حي السلام، التنور، الجنينة وأيضا محور صلاح الدين. أما في الوسط فالدبابات الإسرائيلية قريبة من دوار العودة، هذا الدوار الذي يقع يعني في منطقة مكتظة بالسكان، وبالتالي تقصف الدبابات الإسرائيلية كل المناطق المجاورة، وأيضا بعض القذائف بدأت تطال حتى الأطراف الجنوبية من مدينة خان يونس على هذا المحور، المحور الغربي من رفح، حي تل السلطان، الحي السعودي، الإسكان الأبيض، كلها ما زالت عرضة أيضا للقصف، وأيضا الدبابات الإسرائيلية تحاول أن تتقدم على هذه المحاور الغربية انطلاقا من الحدود أو محور صلاح الدين بين الحدود المصرية والفلسطينية. المقاومة إذن تتصدى بكل قوة كما نسمع ونلحظ وأيضا نرى من خلال الصور والفيديوهات الواردة للجيش الإسرائيلي. الاشتباكات تبدو على أشدها، والمقاومة ما زالت تكبد الاحتلال مزيد من الخسائر. وأنا أتحدث إليك مايا ما زلت أسمع يعني أصوات هذه الانفجارات الضخمة، وأيضا كما يفيدني الزملاء هناك ألسنة لهب بالتأكيد يعني تندلع في أكثر من مكان، تحديدا من المناطق الغربية الجنوبية من رفح وأيضا من المناطق الجنوبية والمناطق الغربية، كلها ناتجة عن هذه الاشتباكات وعمليات القصف المدفعي. في خان يونس التي نتواجد فيها الآن، القصف المدفعي كان عنيفا الليلة الماضية على المناطق الشرقية من المدينة، رغم وجود يعني خيام المشردين الذين عادوا إلى ركام منازلهم، إلا أن إسرائيل يعني مضت في سياستها المعهودة باستهداف هؤلاء النازحين، وبالتالي أصيب عدد من هؤلاء الذين عادوا إلى منازلهم ونصبوا خياما فوق ركام المنازل المدمرة. المنطقة الوسطى من قطاع غزة فيها أعنف الغارات الإسرائيلية. خلال الساعات الماضية يعني وفق المصادر الطبية هناك ما لا يقل عن 65 شهيدا نتيجة الغارات على مخيم البريج الذي بدأت فيه قوات الاحتلال عملية توغل برية جديدة وسط أحزمة نارية وقصف مدفعي طال حتى يعني مراكز تتبع لوكالة الأنروا تأوي نازحين، وكذلك يعني المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال على هذا المحور أو من خلال عمليات القصف التي طالت عددا من المنازل في النصيرات، في دير البلح، في المغازي، وايضا من خلال يعني القصف الاسرائيلي العنيف الذي ما زالت يعني تنفذه الدبابات الاسرائيليه تحديدا انطلاقا من محور نتساريم الذي يفصل فيه الاحتلال محافظات القطاع عن بعضها البعض. هذا المحور يطل من الناحيه الجنوبيه على المنطقه الوسطى من قطاع غزه، وبالتالي تتعرض مناطق شمال النصيرات، الزهراء، ايضا البريج، و المناطق
المجاورة للمغراقة وجحر الديكلة القصف المدفعي، وهذا القصف بالتأكيد هو لا يقل دموية عن القصف الذي تنفذه المقاتلات الحربية الإسرائيلية في مدينة غزة. أيضا القصف المدفعي الإسرائيلي على أشده على جنوب الزيتون وتل الهوى والصبرة، وسبق ذلك أن استشهد 10 من المواطنين على الأقل ممن حاولوا العودة إلى منازلهم في منطقة جنوب حي الصبرة بعدما انسحبت قوات الاحتلال في عقاب عملية توغل برية جديدة، يعني خلفت فيها قوات الاحتلال دمارا هائلا، نسفت أحياء سكنية بالكامل. بعد الانسحاب الإسرائيلي خلال الساعات الماضية حاول المواطنون أن يتفقدوا ما تبقى من منازلهم أو ركام هذه المنازل، قصفتهم الدبابات الإسرائيلية انطلاقا أيضا من محور نتساريم، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 10 منهم بينهم 7 من الأطفال بحسب المصادر الطبية. شمال القطاع لا يختلف فيه المشهد أيضا، يعني يمكن القول أن يعني ربما الأحداث الأبرز في الشمال بجانب هذا القصف الدموي هي الأحداث المتعلقة بوصول المجاعة إلى أخطر مراحلها وفق روايات الناس هناك. المواطنون لم يعدوا يعني يجدوا كسرة خبز لأطفالهم، إسرائيل تشدد من خناقها وحصارها، تمنع إدخال أي من المواد الإغاثية أو الغذائية أو حتى الطبية والأدوية إلى كل قطاع غزة، لكن المجاعة تبدو قاسية وصعبة على أكثر من 700 ألف فلسطيني ما زالوا محاصرين في شمال القطاع. بالتأكيد كما نشير في كل مرة مايا، من دون أن يختلف المشهد عنه في وسط وجنوب القطاع، حيث مأساة النزوح وكذلك التشرد من منطقة إلى أخرى في غمرة غياب كل مقومات الحياة، وعلى رأس ذلك المياه التي لم تعد يعني متوافرة لمعظم أهالي قطاع غزة لا سيما المشردين منهم في المناطق الغربية من خان يونس. شكرا لك سمير أكرم دلول مراسل الميادين، كنت معنا من خان يونس. من خان يونس مشاهدينا الكرام نذهب مباشرة إلى جنوب لبنان، حيث ينضم إلينا من هناك مراسل الميادين عباس الصباغ ليطلعنا على آخر التطورات. مرحبا بك زميلي عباس وتفضل. تحية لك مايا والمشاهدين الميدانيين الأكارم والزملاء. بطبيعة الحال يعني آخر التطورات الميدانية التي سجلت قبل دقائق بعد إطلاق صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الشمال المحتل وتحديدا في مارجليوت ومسكاف عام وكريات شمونة، وأطلقت بعض الصواريخ الاعتراضية. لم يتسنى لنا التأكد ما إذا كان هناك بالفعل هناك يعني اختراق من قبل مسيرات أم أن هناك قصف صاروخي لأحد المواقع في القطاع الشرقي. بطبيعة الحال يعني صفارات الإنذار عادة تطلق في أكثر من حالة، والهاجس الوحيد الذي يسيطر على هذه الجبهة من قبل جيش الاحتلال هو تجاوز أو اختراق المسيرات الانقضاضية والمسيرات التابعة للمقاومة الإسلامية. لحظات يتكشف ما جرى في ذلك، ماذا كان استهداف لموقع راميم في القطاع الشرقي أم أن هناك مسيرات اجتازت الحدود باتجاه فلسطين المحتلة. عدا عن ذلك يعني آخر العمليات التي نفذتها المقاومة الإسلامية هذا اليوم كانت بعيدة منتصف الليل وتحديدا في الساعة 12:10 حيث استهدفت المقاومة تجمعا للجنود الاحتلال في موقع المالكي في القطاع الأوسط، وفي 9 من الصباح هذا اليوم كان هناك استهداف لموقع بركة ريشة في القطاع الغربي. بعد ذلك كان هناك خرق لحاجز الصوت من المقاتلات الحربية التابعة لجيش الاحتلال، وهذا جاء بعد فترة من الهدوء امتد من 11 تقريبا من مساء أمس وحتى هذه اللحظات بعد اعتداءات مكثفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من بلدة لبنانية وتنفيذ عدد من الغارات ولا سيما في القطاع الشرقي وتحديدا في مساء أمس، وطالت بلدات حولة ومركبة وكفر كلا والعديسي وقبلها عيتا الشعب، وغارات في عدد من البلدات اللبنانية بالطائرات المسيرة. وبالتالي كانت هذه الاعتداءات الإسرائيلية سبقتها أيضا يعني ممارسة المقاومة لأدبيات أو لسلوك جبهة الإسناد عبر استهداف كثير من المواقع امتدت من القطاع الشرقي من مزارع شبعة المحتلة وصولا إلى موقع ناقورة على الساحل اللبناني، وحاول جيش الاحتلال بالأمس إلقاء الكثير من القنابل الفوسفورية بهدف إحداث حرائق في الجانب اللبناني. سارعت فرق الإطفاء لإخمادها وتعرض فريق من الدفاع المدني لإطلاق نار مباشر في منطقة علمة الشعب، فيما سجل اعتداءات على الجيش اللبناني في مركبة وفي مزرعة بوسترة في أطراف بلدة كفر شوبة. نعم مايا. شكرا لك زميل عباس الصباغ مراسل الميادين، كنت معنا من جنوب لبنان.
عن مقترح وقف إطلاق النار الذي أعلنه بايدن. تكتب الأخبار اللبنانية هذا في بداية جولتنا على أبرز ما جاء في الصحف والمواقع. ترقب جماعي لموقف نتنياهو، الإغراءات الأمريكية لا تعمل. ينتظر قطاع غزة وجبهات الإسناد كشف نتنياهو عن موقفه النهائي من المقترح الذي عرضه الرئيس الأمريكي بعد وروده إليه من إسرائيل نفسها، وتلك هي ذاتها مفارقة. فالمقترح أودعته تل أبيب لدى واشنطن، غير أن اللغطة الحاصلة مرده إلى الإحراج الناتج عن العلنية الأمريكية. يبدو أن نتنياهو قبل بالصفقة اضطرارياً في الغرف المغلقة، ويبدو أنه يحاول دفع حركة حماس إلى إفشال الاتفاق، وهو ما فشل فيه حتى الآن. من جهتها تواصل واشنطن، تقول الأخبار اللبنانية، ضغوطها على تل أبيب، ولا سيما نتنياهو عبر ترهيبه وإغرائه في آن. ويبدو أن إدارة بايدن ستكون أيضا أكثر حزما لجهة وقف الإجراءات القضائية الدولية ضد نتنياهو وغالنت، وإذ يجري الحديث أيضا عن الخسائر المادية والاقتصادية والمكانة الدولية لإسرائيل. تبدو هذه العوامل غير كافية لدفعها إلى إنهاء الحرب، وإلى حين إعلان إسرائيل موقفها ستبقى الحرب عالقة مع نفسها، وسيبقى موقف نتنياهو ضبابيا كما يمكن أن يكون فترة إلزامية لحلحلة العقد المتكاثرة داخل الائتلاف الحكومي. إذن هذا ما جاء في صحيفة الأخبار اللبنانية. نواصل هذه الجولة ونذهب الآن إلى The Time الأمريكية. نحن القوى العالمية، كيف يمارس بايدن قيادته؟ عنوان لقاء أجرته الصحيفة الأمريكية مع الرئيس الأمريكي 40 شهرا في منصب الرئاسة، وضعت بايدن في اختبار طريقة قيادته العالم، حيث التحالفات لم تؤدي إلى النصر في الحرب الأوروبية في أوكرانيا، وقوة الولايات المتحدة ونفوذها لم تحل دون وقوع كارثة إنسانية في الشرق الأوسط. وفيما يسعى بوتين لتشكيل محور من بكين إلى طهران، تبرز الصين خصما للولايات المتحدة لا يقل عنها في القوة الاقتصادية والعسكرية، عازمة على هدم النظام العالمي الأمريكي، فيما لا يستبعد بايدن إرسال قوات للدفاع عن تايوان بوجه الصين. وعن حرب غزة، فقد قدم بايدن الدعم الأقصى لإسرائيل، فيما سعى بمساعدة دول خليجية إلى عدم توسيع نطاق الصراع. قبل أيام أعلن بايدن عن خطة مرحلية لوقف إطلاق النار، حيث ينقل مقربون منه تأكيده أن العائق الوحيد أمام الاتفاق هو نتنياهو. الرئيس يرفض قول ذلك، ولكن عندما سألته مجلة تايم عما إذا كان نتنياهو يطيل أمد الحرب لأسباب سياسية خاصة به، اعترف بايدن قائلا: هناك كل الأسباب التي تجعل الناس يتوصلون إلى هذا الاستنتاج. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعده لنقاش ما جاء في هذه الصحف والمواقع. مشاهدينا الكرام، نجدد الترحيب بكم، ونجدد الترحيب أيضا بضيفنا الكاتب والخبير بالشؤون السياسية دكتور عماد الحطبة، هو معنا من عمان. دكتور عماد، قبل الفاصل استعرضنا ما جاء في صحيفة الأخبار اللبنانية التي تتحدث عن مقترح بايدن والضغوط الأمريكية على نتنياهو لقبول هذا المقترح لوقف إطلاق النار، وقالت بأن هناك ترقب جماعي لموقف نتنياهو، الإغراءات الأمريكية لا تعمل. أسألك دكتور، القيادي في حماس غازي حمد قال، وعضو الوفد المفاوض في القاهرة، قال للميادين إن الكرة الآن في ملعب إسرائيل. برأيك هل يرضخ أخيرا نتنياهو لما يبدو على أنه ضغوطات أمريكية، أم أنه سيواصل تمسكه بإطالة أمد الحرب؟ حقيقة أنا أول شيء صباح الخير لك وللكرام. أنا لست مقتنعا كثيرا بأن هناك شيء يسمى ضغوط أمريكية. هناك تبادل في الأدوار في هذه الحرب بين العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. في لحظة معينة الولايات المتحدة تعلن بأنها يعني معنية بالحفاظ على أمن إسرائيل، وأن هدفها هو القضاء على كتائب حماس، وكل هذه التصريحات
المتشدده تجاه المقاومه، ثم في اللحظه الاخرى عندما يتحول الامر الى ازمه تتقدم الولايات المتحده لتصبح المفاوض وتبدو وكانها تضع ضغوط على اسرائيل. الوضع الان هو كالتالي: اسرائيل ما زالت تحقق الفشل، عدد الشهداء والضحايا هو الان اصبح يعني عبء اضافي يضاف على نتنياهو وعلى التحالف الغربي. بكل الوسائل هم فاشلون. تتدخل الولايات المتحده لكي تطرح مقترح يسمى مقترح وقف اطلاق النار. وقف اطلاق النار كما قال نتنياهو وهو صادق في مقاله يعني هزيمه اسرائيل، فبالتالي لابد من اظهار الامر على جانبين، على الجانب السياسي نتنياهو متردد وهناك حاله من الترقب لكي يبدو وكان موافقه نتنياهو داخليا داخل المجتمع الصهيوني وكان موافقه نتنياهو يعني حدث يعني جاء بناء على ضغوط امريكيه ورجاء من العرب ومن العالم. على الجانب الاخر نتنياهو شاهدنا في التقارير منذ يعني يقوم بارتكاب ابشع المجازر في رفح لكي يقول انني انتصرت عسكريا، وهذا اذا تابعنا ينعكس داخليا على شعبيه نتنياهو. يعني الحديث الان انه نتنياهو عادت شعبيته للارتفاع وانه لو حدثت انتخابات اليوم فسيكون هناك 21 مقعد لنتنياهو. اذا نتنياهو يدير معركته ومعركه الليكود على حساب دم شعبنا. اما الحديث عن ضغوط امريكيه مباشره فهي عمليه تنسيق وتلاعب في الادوار، وهو كما هو واضح يدركه المقاومه تماما، وهذا ما قاله السيد غازي حمد بالامس. نذهب مباشرة إلى المقابلة التي أجرتها ذا تايم الأمريكية مع الرئيس جو بايدن. من أجرى المقابلة هو ماسيمو كالابريسي، هو أجرى أيضا مقابلة مع ترامب مطلع هذا الشهر. في هذا اللقاء دكتور عماد الذي كان هادئا بالمناسبة هادئا جدا، تم قراءة 40 شهرا من حكم بايدن، ومن هنا أسألك: أي أمريكا عرفها العالم في فترة حكم بايدن خصوصا في الأشهر الثمانية الماضية؟ الحقيقة أن العالم عرف أمريكا الأصلية، أمريكا الكاوبويز الذين جاءوا إلى المستوطنون الذين جاءوا إلى أرض يملكها أشخاص فقاموا بقتلهم وتشريدهم واحتجازهم في معسكرات قالوا لهم أنها معسكرات آمنة ثم قتلوهم فيها. أمريكا التي نشرت الأمراض بين السكان الأصليين وقتلتهم. أمريكا التي اعتدت على كل شعوب العالم، يعني لا يوجد شعب على وجه الكرة الأرضية يستطيع يعني إلا ونستطيع أن نقول أن أمريكا اعتدت عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، إما بالاحتلال المباشر، إما بالمؤامرات، إما بالانقلابات. أمريكا في الأشهر الثمانية الأخيرة هي الصورة الحقيقية والأصلية لأمريكا. هي كانت دائما بهذا الشكل، دائما هي مصدر الشر في هذا العالم، لكن هذا الشر وصل إلى مدى لا يمكن احتماله اليوم، وهذا ما يعبر عنه المواطنون الأمريكيين أنفسهم من خلال مظاهراتهم، أن الشر الذي تقوم به، وأنا أتحدث عن أمريكا أتحدث عن سلطة عن إدارة، هذا حجم ما تقوم به من دعم لعملية إبادة جماعية غير مسبوقة في التاريخ. نتنياهو تفوق على هتلر، تفوق على أي قصة نعرفها في التاريخ بالوقاحة هذه الإبادة، بأنه يعلن بأنه سينفذها، وأن الخلاف داخل هذه الحكومة أنك تنتوي أن توقف الإبادة فبالتالي أنا سأنسحب من الحكومة، عليك أن تستمر في الإبادة. بهذه الوقاحة، بهذه العلانية لم ترتكب مجزرة في تاريخ البشرية. تفضل بالبقاء معنا بينما نذهب الآن إلى موقع القاهرة الإخبارية، حيث نقرأ: وفد من الجهاد الإسلامي يصل إلى القاهرة لاستعراض الأوضاع الفلسطينية. وصل فجر اليوم وفد من حركة الجهاد الإسلامي إلى القاهرة بناء على دعوة مصرية لاستعراض الأوضاع الفلسطينية الحالية، ولا سيما ما يتعلق بقطاع غزة. مصدر رفيع قال أو أفاد بأنه سيعقد اجتماع بين قيادات أمنية مصرية مع نظرائهم القطريين والأمريكيين في الدوحة اليوم لبحث آليات إعادة مفاوضات الهدنة. وقال المصدر إن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته مع جميع الأطراف المعنية لدفع المسار التفاوضي للوصول إلى هدنة في قطاع غزة، وتهدف القاهرة إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة وتحقيق إنجاز في صفقة تبادل الأسرى وإدخال عدد كبير من قوافل المساعدات والوقود إلى القطاع. انطلاقا من هذا المقال دكتور عماد الذي يركز على دور القاهرة كوسط
الوسيط في هذه المفاوضات، ويذكر بأن هناك هذه الزيارة. إذن كيف تراقبون ما يجري في القاهرة، علما أنه من المقرر أن يصل مبعوث أمريكي إلى القاهرة وآخر توجه الآن إلى الدوحة، أتحدث عن مدير CIA وأيضا عن مستشار بايدن ماكوك؟ نقيم ما حدث في القاهرة كالتالي. حماس أعلنت بأنه لا جديد، بأنها لم تستلم شيء جديد يعني يدفع إلى الانطلاق نحو المفاوضات، فبالتالي هي بانتظار ورقة جديدة، لكنها لم تغلق الباب تماما. في سياق التنسيق داخل محور المقاومة، بدل أن يذهب وفد من حماس ليعطي موافقة أو ليبدأ ليشرع بالمفاوضات، ذهب وفد من الجهاد الإسلامي، والجهاد الإسلامي طرف في المعركة دون النقاش. ما قاله أيضا بالأمس السيد أسامة حمدان، عنوان اللقاء الذي أجراه بالأمس كان الأسرى. إذا حماس تحدد، والمقاومة جميعها بكل أطرافها تحدد معايير لهذا الحوار. الأسرى كما كان واضحا تماما بالأمس في ما قاله السيد أسامة حمدان، هناك أيضا وقف إطلاق النار والانسحاب. التفاصيل داخل ذلك يجب أن تقدم إلى حماس، رغم كل ما المآسي التي نشاهدها، رغم الألم، لكن يبدو أن المقاومة في وضع مريح، لأنها ما زالت متشبثة بموقفها، بل على العكس. يعني نجد أنه هذه المرة المقاومة، يعني في كل مرة كان هناك مفاوضات كانت هي المبادرة لإرسال وفد من حماس سواء إلى القاهرة أو إلى الدوحة، الآن يعني أعلنت أننا لازلنا غير معنيين بما يحدث حتى يتبلور مقترح أساسي، ولا نقبل، وهذا مهم، ولا نقبل أن نبدأ من نقطة الصفر. علينا هم أن يعودوا إلى الحوار من حيث توقف. إذن أنا أقرأ أن المقاومة مرتاحة تماما، وأنها لا تشعر بالضغط الذي يحاول أن يضعه عليها، سواء العملية في رفح أو نقص المساعدات، ما زالت قادرة على الصمود. تفضل بالبقاء معنا دكتور عماد، بينما نتوجه الآن إلى بعض أبرز ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما حول غزة والمقاومة، مع الزميلة بيسان أبو حامد. مرحبا بك بيسان، وتفضل. صباح الخير مايا نسهل. هذه الجولة من تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي نشرته المقاومة اللبنانية، المقاومة الإسلامية في لبنان، حول استهداف يعني جنود في موقع بركة ريشة التابع للعدو الإسرائيلي. هذا الفيديو وهو لحظة استهداف جندي بعين ذاته وهو كان يحاول الفرار، لقى رواجا كبيرا على مواقع التواصل، وكان هناك الكثير من مستخدمي هذه المواقع يعني كانوا قد نشروا هذه الفيديوهات، ويعني كانت مثار للسخرية بطبيعة الحال. أيضا كان هناك فيديوهات انتشرت نعيلي الشهيد محمد شقير، التي كان في فيديو سابق قد قال أنه اليوم اثنين ويوم الثلاثة راح تشيعوني، وفعلا صدف أن تشيعه من الغازية كان أيضا يوم الثلاثاء يوم أمس. مواضيع كثيرة يتداولها رواد مواقع التواصل خاصة في غزة. هناك الكثير من الفيديوهات التي يتحدث فيها أو التي تظهر الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة. هناك فيديوهات انتشرت لمجزرة في دير البلح وأخرى في مخيم البريج، خاصة مع دخول القوات الإسرائيلية يعني المشاة الدخول البري لمخيم البريج. الكثير من الفيديوهات التي تفضح جرائم الاحتلال، لكن بالمقابل نجد أن هناك فيديوهات من جباليا تحديدا يعني تخرج تباعا لكيف يقوم الفلسطينيين وحالة يعني انسحاب قوات الاحتلال من يعني هذه المناطق يقومون بإعادة البناء. مواقع التواصل الاجتماعي عموما مايا يعني المزاج العام فيها هو ترتكز يعني على نقطتين، الأولى الإضاءة على جرائم الاحتلال، وهنا نجد الكثير من الفيديوهات والمواد التي تتحدث أو التي تظهر سادية الاحتلال أو جنود الاحتلال، منها مثلا جندي كان قد وضع دمية طفل بعد أن دمر منزل هذا الطفل في غزة، وضع هذه الدمية على الدبابة. نموذج آخر، فيديوهات ينشرها الجنود هم يتفاخرون بها، وهي ليست فيديوهات مسربة، ينشرونها على صفحاتهم، هو يقوم بالأكل ويعني الاستمتاع بالطعام ريثما في أثناء قصفه لي يعني البيوت والمنازل الفلسطينية الآمنة. بالمقابل نجد فيديوهات المقاومة أيضا تنتشر على مواقع التواصل وتثير إعجاب كبير لدى رواد مواقع التواصل، منها مثلا الفيديو الذي نشرته المقاومة الفلسطينية الصينية
الإسرائيلي. ميسان تفضل بالبقاء معنا بينما نتابع وإياك هذه المشاهد لمسيرة نصرة لغزة وتنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. هذه الخيام الاعتراضية هي من كوبنهاجن كما نتابع هذا المشهد، ألفناه في عواصم ومدن الغرب، كان ذلك في واشنطن، في نيويورك، وأيضا في عواصم أوروبية كثيرة أخرى وجامعات أوروبية أخرى، نتحدث عن السوربون وغيرها من الجامعات العريقة في الغرب. مشاهدينا الكرام، إذا نتابع هذه الجولة على أبرز ما جاء في عناوين الصحف والمواقع، لا لمسيرة البلطجة اليهودية تكتب هآرتس في افتتاحيتها، يصمم بن غفير على تصعيد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط ويتخذ كل التدابير لإثارة حرب على جبهات إضافية، وكأن الجبهات القائمة لا تكفينا. هو يصر على تنظيم مسيرة الأعلام على طول المسار المتفجر عبر باب العمود والحي الإسلامي في القدس، ومن المتوقع أن يشارك بنفسه لضمان التأجيج. هذا هو بالضبط ما ينقصنا الآن، مهرجان قبيح من البلطجة، حيث يسعى في كل عام مئات الشباب من الصهيونية الدينية إلى الاستفزاز بأغاني وشعارات عنصرية في قلب البلدة القديمة. لكن المشكلة الحقيقية ليست بن غفير، بل ليست في شخص بن غفير، بل في الشخص الذي شرعن الكهانية وأعطى الوزارة الأكثر حساسية في الحكومة لشخص رذيل وخطير مثله، أي يتحدثون هنا عن نتنياهو. ليس هناك شيء يمكن أن يفعله الأخير لتبرئة نفسه من سلسلة الكوارث التي ألحقها بإسرائيل بفعل سياسته السامة. الشيء الصحيح الذي يجب فعله هو الأمر بتغيير مسار المسيرة، وفي الوقت نفسه يجب أن نأمل أن يأمر مفوض الشرطة بعدم السماح للمهووسين بإشعال الحرائق والعربدة وإلحاق الأذى بالسكان المحليين. هذه المسيرة تحصل الآن دكتور عماد في المدينة القديمة في القدس، هناك الرقصات الاستفزازية وهناك الشعارات أيضا الاستفزازية التي تدعو إلى موت العرب وموت الفلسطينيين، وأيضا كان هناك اقتحامات للأقصى قام بها عدد من المسؤولين في إسرائيل، من بينهم مثلا عناصر سابقين وأعضاء سابقين في الكنيست. بن غفير نفسه هدد بأنه سيشارك بهذه المسيرات، مسيرات رفع العلم الإسرائيلي. هذا المشهد اليوم وإعلاء السقف كثيرا فيما يخص استفزاز الفلسطينيين بما يشي. الحقيقة أننا إذا عدنا إلى تاريخ هذا الكيان، ما تميز به واستطاع عبر سنوات أن يحقق به النصر على أمة بحجم الأمة العربية على سوار من الدول، كان أن هذا الكيان كان يتميز بنوع من العقلانية والتخطيط الاستراتيجي في حين غاب ذلك عن جيرانه العرب. اليوم الصورة معكوسة تماما، هذا الكيان فقد عقله، سلم مقاليد أموره إلى مجموعة من المهووسين والمجانين، وهذا ليس من يعني ليس قولي، هذا ما تقوله صحيفة هآرتس ويقوله أكثر من مسؤول. الكيان هذا يسعى من خلال هؤلاء المهووسين والمجانين ومجانين الحرب إلى تأجيج الأمور وفتح الجبهات، فمن ناحية يتحدثون عن فتح جبهة في الشمال، هم أضعف بكثير من أن يحتملوا ردات فعلها، من ناحية أخرى يحاولون استفزاز المواطنين في الضفة الغربية. هذه المسيرة حتى لو لم يكن هناك رد فعل عليها مباشر بسبب كثافة الترتيبات الأمنية المرافقة لها بحضور الوزير بن غفير، لكنها ستؤجج مشاعر الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبالتالي سيكون لها آثار وتصعيد آخر في مناطق أخرى من الضفة. هذا الكيان فقد عقله أمام هزيمة 7 أكتوبر، أمام ما يحدث. يعني في عقل بن غفير ونتنياهو هو يدرك تماما أنه غير قادر على الذهاب إلى لبنان، غير قادر على الذهاب إلى سوريا، غير قادر على الدخول إلى غزة، وحتى غير قادر على الدخول إلى الضفة الغربية كما يريد. فهو يعني يحاول أن يثبت بأنه قوي وأن يثبت لنفسه. عدم القدرة أفقد هذا الكيان عقله، ونحن أمام مجموعة من المهووسين. من كل هذه المجازر سواء في الضفة أو في قطاع غزة هو مهووس مريض بالقتل المتسلسل. فبالتالي نعم هناك محاولة الاستفزاز، لكنها كلها أستطيع القول بأن بن غفير نتنياهو كل ما يحدث هو خطوات وواسعة دكتور عماد على
انتهاء هذا النظام. هل نتنياهو هو محكوم فعلا من قبل بن غفير وسموتريتش وهذا التيار اليميني المتشدد عفوا جدا؟ واسالك، هل كل طامح للاطاحه بنتنياهو عليه ان يلتصق بهذه اليمينيه المتطرفه كي يصل الى سده رئاسه الحكومه في اسرائيل؟ هل هذا ما وصلت اليه الامور في الداخل الاسرائيلي؟ يعني اول شيء هذا ما تبدو عليه الامور، من يريد الذهاب الى الحكم في هذا الكيان، هذا الكيان يحكمه الان المهووسون والمستوطنون والمتطرفون، لكن هل نتنياهو يعني يسير بامره بن غفير؟ يعني ممكن سياسيا، لكن نتنياهو اصلا لا يختلف عن بن غفير، يعني محاوله تصوير بن غفير انه هو الارهابي، ثاني يوم نتنياهو المسالم المغلوب على امره تحت يعني في ظل الحكومة لا يمتلك فيها أغلبية إلا بوجود بن غفير، أعتقد هذه الصورة ليست دقيقة. نتنياهو مجرم، نتنياهو متطرف، نتنياهو ارتكب الجرائم بوجود بن غفير وبعدم وجود بن غفير. إذن سياسيا هناك ضغط على نتنياهو من بن غفير في بعض المواضيع، مثل هدنة، مثل تفاوض، إلى أي مدى يذهب في موضوع الأسرة. لكن بن غفير، نتنياهو، سموتريتش وكل هذا التيار اليميني وحقيقة كل الدولة وكل هذا الكيان اليوم هو عبارة عن كيان إرهابي متطرف يميني. نتنياهو وبن غفير هم نتائج انتخابات، يعني لم يأتوا تعيينا، بالتالي هذا الشارع الصهيوني هذا شارع متطرف ميال للعنف، ميال للقتل، ولا يتورع عن دعم كل مهووس ليصل إلى الحكم. تفضل بالبقاء معنا بينما نواصل هذه الجولة. إسرائيل وحزب الله يصبحان أقرب إلى حرب واسعة النطاق، تكتب وول ستريت جورنال. فبعد أشهر من هجمات متبادلة عند الحدود، يبدو أن الطرفين يصعدان في الأونة من وتيرة الهجمات ومن دون وقف إطلاق النار في غزة، واتفاق مع حزب الله يلبي متطلبات إسرائيل. يقول مسؤولون إسرائيليون أن حدوث هجوم سيكون أمرا لا مفر منه، فمع الحرائق الممتدة في مساحات واسعة من مناطق الشمال بفعل صواريخ حزب الله ومسيراته، وبعد أشهر على حرب أدت إلى النزوح نحو 60,000 مستوطن من الشمال، يبدو أن الهجوم على حزب الله سيكون أمرا حتميا. هذا العدد المستوطنين الذين فروا من الشمال هو بحسب وول ستريت جورنال العدد هو أكبر بذلك من كثير بكثير، وبحسب قادة البلديات في مستوطنات شمال الأراضي المحتلة. تعمل الولايات المتحدة وفرنسا على وضع الخطوط العريضة لحل دبلوماسي للصراع، يشمل نقل عناصر حزب الله إلى مسافة تزيد عن 6 أميال عبر نهر الليطاني. ونشر الجيش اللبناني أو القوات الدولية في المنطقة بحسب دبلوماسيين مطلعين على الأمر. في المقابل يؤكد إسرائيليون من الشمال أن اتفاق وقف النار لا يكون لإقناعهم بالعودة إلى المناطق التي هجروا منها. نائب سابق لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي قال إن الخيار هو بين دفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني أو اغتنام الفرصة لنزع سلاحه وإزالة تهديده الصاروخي، إلا أن أيا من الخيارين قد يشعل حربا واسعة النطاق ستؤدي إلى دمار غير مسبوق في تاريخ إسرائيل. وبعد نحو 8 أشهر من القتال لا يزال حزب الله قادرا على تحريك قواته بحسب حاجته. وفق ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي، يعلم كلا الطرفين نقاط ضعف بعضهما البعض، ويحاولان تجنب القيام بتحركات قد تؤدي إلى حرب. كاتب هذا المقال هو دوف ليبر، وهو يعيش في تل أبيب منذ عام 2012. يتحدث إذن ربما عن اشتعال الأمور في الجبهة الشمالية للأراضي المحتلة، وهذا أمر كثر الحديث عنه في الساعات الماضية. هناك دعوات لتأجيج ما يحدث هناك على الحدود وحتى إلى الذهاب إلى حرب شاملة. لكن كان هناك اتصال دكتور عماد بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونتنياهو، فحوى هذا الاتصال أن ماكرون قال لنتنياهو لا تفعلها، لا تصعد في الشمال، وهذه ليست فقط يعني إملاء أو نصيحة فرنسية، بل هذا توجه دولي. ما هي خيارات نتنياهو؟ أعتقد أن نتنياهو لا يمتلك أي خيار في الشمال إلا تحمل ما تقوم به المقاومة دون رد فعل حقيقي وكبير. توسيع الحرب، نتنياهو لا يمتلك هذا الخيار، وإذا فقد عقله وقام بهذا الخيار فهو ستكون خسائر غير محتملة. لأنه ببساطة أنت يعني دعينا نعود أولا يعني إلى عملية قياس بسيطة.
بضعة ألاف من المقاتلين يمتلكون أسلحة شبه بدائية في غزة، أذاقوا هذا الجيش الويلات. هذا الجيش منهك تماما، يقابل مجموعات مدربة. يبدو أن الاتصال قد انقطع مع ضيفنا دكتور عماد، هو معنا من عمان. إلى حين جهوزية الاتصال مجددا ننتقل مشاهدينا إلى مبنى جريدة السفير، حيث يعقد صندوق غسان أبو ستة للأطفال مؤتمرا صحفيا في إطار انطلاق مهمته المتمثلة بنقل الأطفال مصابي حرب الاحتلال على غزة وتوفير العلاج الشامل لهم في لبنان. دكتور غسان أبو ستة عالج هؤلاء الأطفال عن قرب، كان في غزة أسابيع طويلة ورأى بأم العين الحاجة الماسة لهؤلاء الأطفال. ينضم إلينا من هناك مراسلنا أحمد عبد الله. مرحبا بك زميلي أحمد، وهلا نقلت لنا أجواء هذه الفعالية بالتحديد. نعم مايا، في الحقيقة في هذه الأثناء انتهى المؤتمر الصحفي الذي نظمه صندوق الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة للأطفال. هذا الصندوق وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت لمعالجة الأطفال الفلسطينيين الجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة. وبداية عمل هذا الصندوق ستكون مع الطفل الفلسطيني آدم الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، والذي بدأ علاجه في إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت منذ يوم الاثنين الماضي، وعملية علاجه مستمرة. إذن مؤتمر صحفي عقده الطبيب الفلسطيني الشاهد على الإبادة الجماعية في غزة، وهو الذي يعتبر عضوا في منظمة أطباء بلا حدود، وأيضا كما هو معلوم منع من دخول فرنسا وأيضا منع من دخول ألمانيا في إطار الحرب على المهمة التي يقوم بها. هو وصل إلى بيروت، عملية مداواة الأطفال الجرحى انطلقت مع الطفل الفلسطيني آدم. هو قال في مؤتمره الصحفي أنه اختار بيروت كمحطة في حملته، لأن المستشفيات في بيروت تتمتع بإمكانات طبية كبيرة، ولذلك ستكون عملية مداواة الجرحى وخاصة الأطفال ربما أسهل من مناطق أخرى. وأشار أيضا إلى أن عملية إخراج الجرحى الأطفال اليوم باتت أكثر صعوبة، وذلك بسبب العملية العدوان الإسرائيلي الذي يشن على مدينة رفح، وصعوبة انتقال الجرحى من رفح إلى خارج قطاع غزة. شكرا لك زميل أحمد عبد الله، كنت معنا من هذه الفعالية لدكتور غسان أبو ستة في إطار هذه الحملة لعلاج الأطفال وهم ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة. هم بالآلاف والعدد كبير جدا، عشرات الآلاف من الأطفال يحتاجون إلى رعاية صحية ملحة. من الزميل أحمد عبد الله الذي كان معنا من بيروت، نعود مجددا إلى الزميلة بسان أبو حامد، على ما أعتقد بأننا بتنا نستطيع أن نرى المواد معك. صحيح. زميلتي بسان تفضلي. صحيح ما يعني نستأنف هذه الجولة من هذا الفيديو من مخيم البريش، لحظة مؤثرة لوداع أب لابنه. هذا النوع من الفيديوهات مايا يعني بات من المحرضات الأساسية للتضامن الكبير مع فلسطين ومع غزة، وهذا ما نجده على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذه لقطة الشاشة نجد أن شخص إسرائيلي انبعد من شركة أمازون، حيث أنه طلب عبر شركة أمازون إيصال علم إسرائيلي، فقام الموظف بكتابة فلسطين حرة، مما أثار استياء هذا الشخص الإسرائيلي وطلب طبعا الشركة بالتحقيق. لكن هذه الحركة التي قام بها موظف أمازون لاقت استحسانا كبيرا من المتضامنين مع غزة والفلسطينيين. ومن ناحية أخرى أيضا البرلمان الفرنسي شهد يوم أمس حركة قام بها أعضاء اليسار في البرلمان، حيث ارتدوا ملابس بألوان العلم الفلسطيني ليشكلوا العلم الفلسطيني في المدرج، وذلك في محاولة للالتفاف على يعني قانون الإيقاف، خاصة بعد إيقاف عضو البرلمان الذي لفوا حبل العلم الفلسطيني قبل عدة أيام.
أيضا ومن الفيديوهات التي نجدها بما يخص أيضا التضامن، تضامن البرلمانيين الفرنسيين، هذا الفيديو نشره النائب ديفيد جيرو وهو كان يعني يحتسي القهوة في مقهى مع عائلته وأصدقائه لتتهجم عليه امرأة إسرائيلية وتتهمه بمعاداة السامية وبتأييد العرب والفلسطينيين، ليجيب ببرود أعصاب أيضا مع فنجان قهوة بمعنى وبكل الفخر. فيديو آخر أيضا يظهر كيف قام المتظاهرون المؤيدين لفلسطين بالاستيلاء على ردهة مبنى القنصلية الإسرائيلية في سان فرانسيسكو، ويعني الشرطة الأمريكية طبعا احتجزت عدد من هؤلاء المتظاهرين. وفي ختام هذه الفقرة رسالة من طالب غزاوي. شيرين، أننا استفدنا، أحكي لكم، راحت علينا السنة الدراسية في قطاع غزة عام 2023 و24، أننا استفدنا أعلى الدرجات في الصبر والقوة والتحدي والثبات، أننا نلنا شرف الدفاع عن الوطن وعن كرامة الأمة الإسلامية، ومعظم طلاب غزة قد أصبحوا شهداء أو مصابين، وباقي الأطفال يجمعون الحطب وتعبية المياه، حسبي الله ونعم الوكيل. وفي هذه الرسالة مايا المصورة لهذا الطفل الفلسطيني من غزة تكون ختام فقرتنا، العودة إليك. شكرا لك بيسان أبو حامد محررة في الميادين على هذه الجولة. سنتحدث عن هذه الجولة معكم دكتور عماد، ولكن باختصار كنت تتحدث عن أن لا يوجد هناك خيارات أمام نتنياهو فيما يخص التصعيد على الحدود مع لبنان، ربما تكمل تلك الفكرة قبل أن نتحدث عن جولة بيسان. نعم، أنا أقول أن ما حدث خلال شهر أيار كان مثال، 1000 صاروخ من المقاومة تعلن عن أن مجموع العمليات أصبح 2000 عملية، إذا نحن نتحدث عن مقاومة متماسكة. نتنياهو لا يتحمل والكيان الصهيوني لا يتحمل فتح هذه الجبهة، يهدد ويعربد ويجبد لكنه لن يستطيع فتح. الوضع على هذه الجبهة محسوم، حسمه أبطال المقاومة وأعلن ذلك سكان شمال فلسطين عندما قالوا أن حزب الله يسيطر على شمال فلسطين وأن نتنياهو لا يسيطر على هذه المنطقة، وبالتالي هو غير قادر استراتيجيا وعملياتيا خوض مثل هذه المعركة. وبالتأكيد العالم لن يحتمل منظر الطائرات الإسرائيلية تقصف مدن آهلة بالسكان كما يحدث في غزة، إذا وهو الخيار الوحيد الذي يمتلكه نتنياهو باتجاه بيروت أو بعض المدن اللبنانية. فبالتالي أنا أرى أن هذه التهديدات ليست سوى زوبعة في فنجان، والمقاومة هي صاحبة اليد العليا في جنوب لبنان وشمال فلسطين، كما هو محور المقاومة الآن هو صاحب اليد العليا في كل هذه المعركة. بالعودة إلى جولة الزميلة بيسان طرف، وخصوصا هذا الشاب الطالب الذي ينقل الواقع الذي يعيشه الأطفال في غزة بعد مرور كل هذه الأيام على حرب الإبادة، دكتور عماد نتحدث عن أكثر من 240 يوما، بالتحديد 242 يوما على حرب الإبادة، هذه أسأل كيف تتابعون أحوال أبناء غزة؟ حقيقة أن يعني شيء خليط، يعني نتحدث الآن عن مشاعر وليس عن تحليل، هو خليط من الألم والفخر عندما ترى طفلا مثل هذا وأطفال آخرين مثله يقفون ليتحدثوا بهذا النضج، بهذا الوعي، بهذا الفهم، أنت تشعر بالفخر. هذه الأمة ما زالت تنجب أبطالا مثل هؤلاء، أطفالا يمتلكون مثل هذا الوعي. الحقيقة أن تشعر بأن 7 أكتوبر أعاد الاعتبار لجيل كامل أو أجيال من العرب الذين يشبهون هذا الطفل، لكن في الوقت نفسه أيضا لا نستطيع أن نتجاوز شعورنا بالألم، ونحن قد نفاجأ في القتل بعد الغد بهذا الطفل شهيدا على يد آلة القتل الصهيونية. يعني هي مشاعر مختلطة، الحقيقة الإنسان يحاول في كثير من الأحيان تجنبها لأنها يعني بالكثير من الحالات تجعلنا نضعف أو يعني نشعر بنوع من الوهن أمام حجم الخسائر، أمام أب الذي شاهدنا صورته يحمل ابنه بهذه الصورة المؤلمة.
قد تهن عزيمتنا قليلا، لكن عندما يخرج مثل هذا الطفل يعيد هذه العزيمة إلى مكانها من غزة ومن أطفال غزة ومن آباء وأم غزة، نستمد القوة. ختاما دكتور عماد، نتابع هذا الرسم الكاريكاتوري عن التوتر في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، حيث تسخر هآرتس عبر كاريكاتور على صفحتها من طائرة رئيس الحكومة التي تدخل الأجواء الأمريكية بوصفها طائرة معادية، بعد أن قام الإعلام الأمريكي دكتور عماد بتعويم إذا صح التعبير بنيامين نتنياهو من خلال إجراء العديد من المقابلات معه خلال الأيام القليلة الماضية، هناك دعوة الآن من قبل أعضاء الكونغرس الأمريكي الجمهوريون وأيضا الديمقراطيون ليزور نتنياهو الكونغرس ويخطب هناك، علما بأن هناك رفض مثلا من قبل بيرني ساندرز الذي قال بأنه سيكون بمقاطعة هذه الجلسة. ولكن اللافت، التاريخ لم يحدد بعد، هناك ما يتحدث عن أنه ربما يكون في 13 من حزيران يونيو، لكن اللافت هذا في هذا الرسم الكاريكاتوري بأن هذه الطائرة هي معادية، أي طائرة نتنياهو هي معادية لأمريكا، كيف يمكن التعليق على هذا الرسم؟ وهل فعلا هو يعبر عن حال العلاقة بين واشنطن وشخص نتنياهو؟ أعتقد نعم أن هناك توتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وشخصية نتنياهو، لأنه ضمن كل ما يحدث، وأنا لست من مؤيدي فكرة أن الحرب فقط، كل هذه الحرب تخاض لحماية نتنياهو من السجن، يعني هذا أقترح أنه طرح يعني في الدول نوعا ما غير مقبول، لكن هناك عوامل شخصية ليس فقط في أنه نتنياهو لا يذهب إلى السجن أو لا يحاكم، أيضا في بقاء اليمين في الحكم واليمين المطرف وما إلى ذلك. هذه الاعتبارات تجعل نتنياهو في كثير من الأحيان يعني يختلف مع النصائح الأمريكية، لذلك هناك نعم هناك توتر في العلاقات بين نتنياهو كشخص و ولا وش اسمه وإدارة بايدن. شكرا لك دكتور عماد الحطبة، الكاتب والخبير في الشؤون السياسية، كنت معنا من عمان، نحن قرأنا ما جاء في المواقع والصحف وأنت تفضلت بقراءة ما جاء بين السطور. بالحبر الجديد، طوفان الأقصى وصل إلى خواتيمه ولكن التغطية مستمرة، ابقوا دائما مع الميادين، إلى اللقاء.